صورة لشخص اسمه يوسف خالد العمري، عمره 26 سنة، ملاكم ومشارك في بطولة طرابلس الأخيرة. كويس. لكن المشكلة مش هنا يا فندي. وين المشكلة؟ مشكلة إن سمبوه خالد العمري ما لقيتهاش في منظومة الرقم الوطني. كيف ما لقيتوش في المنظومة؟ والله علمي علمك، أمس ما حلفنيش الوقت باش نكمل باقي التحريات وجبتك الأول بأول. لو أنا وصلت؟ في ثلاث أسماء مسجلة باسم خالد العمري، واحد موجود في المنطقة الشرقية والثاني راجل كبير في العمر. والثالث عمره سنتين. ولين استبعد الشخص الثالث. ما تستبعد شيء يا عادل. حط كل الاحتمالات بعين الاعتبار. ما تعرفش ما دام في العوق في الارقام الوطنيه مرات اللي حاطين عمره سنتين يغطوا بيه في الشبه. نبي تقارير عليهم الثلاثه في اقرب وقت. حاضر فندي. عادل، الموضوع هذا بدأت نبيه بيني وبينك، ما تقول عليه لحد. حاضر فندي. الو، السلام عليكم. الامور تمام لحد الان يا فندي، الحمد لله شدينا راس خيط كويس. الخيط هذا عباره عن شبوب اسمه يوسف، كان في مقر الجريمه قبل ما يتوفى الدكتور معتز. لكن في مشكله بسيطه يا فندي، ان الشبوب هذا حاليا في غيبوبه تامه. يا فندي نبيك في موضوع بعيد على موضوع العصابه. في سجين كان معانا اسمه محمد عادل، تحول لسجن العفسه، مع ان سجن العفسه ما ليش اي علاقه بالقضيه متاعها. تمام يا فندي، تمام. ما دام يدفع كيسه بشكل مباشر معناها الامور تمام. تحياتي يا فندي، تحياتي. يا رب اغفر لي عزام وسامحه يا رب، مع انك قديش ما كنت كارك الفتره الاخيره، لكن ولا مخلي امكانك. يا رب ايش في يوسف ونوضه بالسلامه يا رب. يا رب ايش في يوسف ونوضه بالسلامه يا رب. اللهم امين يا رب.